وبروح رئاسي أدور
نجني من الدماء يا الله إله خلاصي. فيبتهج لساني بعدلك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقة. الذبيحة لله روح القلب المتخشع المتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسراتك صهيون، ولتبنى أسوار الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة الأحبة، في بداية هذه الذبيحة الإلهية المقدسة وفي نهاية هذا العام نذكر خطايانا، وأذكر هنا هناك كاهن في كرسي الاعتراف لمن يرغب بتجديد التوبة ونيل نعمة مغفرة الخطايا. فلنتوجه ولنجدد توبتنا في نهاية هذا العام حتى ننال رضا الله، رحمة الله، ننال نعمة الغفران، فتسير دائما حياتنا بحسب مشيئته. نذكر خطايانا ونندم عليها، كل خطايا هذا العام، كل ما صدر منا، ونخص بالذكر من تكبر، من عصيان وعدم إصغاء لكلمة الرب، من اللامبالاة وعدم الاكتراث لحضور الله في حياتنا. خطايا المحبة وقساوة القلب، وخاصة في عدم منح الغفران للقريب والبعيد. خطايا الجسد من الشهوات الجسدية وكل ما يختص بالحواس الخمس بكياننا البشري. خطايا التعلق، وخاصة في هذه الحياة تعلق بمغريات هذه الدنيا، خطايا ضد الإيمان، وخاصة في اتكالنا على ذواتنا وأموالنا وجاهنا وقوتنا البشرية ونسيان الاتكال على الله. خطايا الإيمان، ونخص بالذكر عدم المبالاة
بالخطيئة ومغرياتها في حياتنا، خطايا الإيمان. كل من وثق واتكل على السحر والشعوذة والعمل الباطل، نندم على جميع خطايانا، نطلب الرحمة ونعد أمام الرب أن لا نعود في العام المقبل بنعمته وبقوة الروح القدس إلى ارتكاب كل ما فحصنا ضميرنا عليه، فنكون أهلا للاشتراك في هذه الذبيحة الإلهية المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الأخوة أني لذلك أطلب من القديسة مريم دائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الأخوة تصلوا من أجلي إلى الرب الإلهي. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. هللويا هللويا.
المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنت وحدك القدوس. هللويا هللويا. أنت وحدك العلي. هللويا هللويا. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. لنصلي. ربنا كن بشعبك رؤوفا وتجاوز عن جميع سيئاته، وبحق عفوك الكريم أبعد عنا العقاب الذي نستحقه من جراء آثامنا، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، أو تجهلون أننا وقد اعتمدنا جميعا في يسوع المسيح؟ إنما اعتمدنا في موته، فدفنا معه في موته بالمعمودية لنحيا حياة جديدة كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب. فإذا اتحدنا به وصرنا على مثاله في الموت، فكذلك سنكون على مثاله في القيامة أيضا. ولنعلم أن إنساننا القديم قد صلب معه ليزول هذا البشر الخاطئ، فلا نضل عبيداً للخطيئة، لأن الذي مات تحرر من الخطيئة. فإذا كنا قد متنا مع المسيح، فإننا نؤمن بأننا سنحيا معه، ونعلم أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لن يموت بعد ذلك، ولن يكون للموت عليه من سلطان، لأنه بموته قد مات عن الخطيئة مرة واحدة، وفي حياته يحيا لله. فكذلك احسبوا أنتم أنفسكم أمواتاً عن الخطيئة، أحياءً لله في يسوع المسيح. فلا تسودن الخطيئة جسدكم الفاني فتنقادوا لشهواته، ولا تجعلوا من أعضائكم سلاحاً للإثم في سبيل الخطيئة، بل اجعلوا أنفسكم في خدمة الله على أنكم أحياء قاموا من بين الأموات، واجعلوا من أعضائكم سلاحاً للبر في سبيل الله، فلا يكونن للخطيئة من سلطان عليكم، فلستم في حكم الشريعة بل في حكم النعمة. كلام الرب. الشكر لله. أنا قلت
نفسي المولى ويا أعماق وجداني، مجدي اسمه القدوس، مجدي يا نفسي المولى، ولا تنسي كل ما آتاك من إنعام. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفيك من جميع أسقامك، ينقذ حياتك من هاوية الفساد ويتوجك بالمراحم والوداد. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. الرب حنان رحيم ودود محب حليم، لا يخاصم سرمدا ولا يضل أبدا حاقدا. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. كما تعلو عن الأرض السماء مودته سمت للمتقين، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا ذنوبنا. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت واجعل على ألسنتنا كلام الموه صلاحا. هللويا 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 هللويا. الرب معكم. ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان ركب يسوع السفينة وعبر البحيرة وجاء إلى مدينته، فإذا أناس يأتونه بمقعد ملقا على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمقعد: ثق يا بني، غفرت لك خطاياك. فقال بعض الكتبة في أنفسهم: إن هذا لا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون السوء في قلوبكم؟ فأيما أيسر أن يقال: غفرت لك خطاياك، أم أن يقال: قم فامشي؟ فلكي تعلموا أن ابن الإنسان له في الأرض سلطان
يغفر به الخطايا. ثم قال للمقعد: قم فاحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته، فلما رأت الجموع ذلك خافوا ومجدوا الله الذي جعل للناس مثل هذا السلطان. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. ولد المسيح، هللويا. كل عام وانتم بخير. في هذا المساء نطوي صفحة من صفحات حياتنا. في هذا المساء ننهي عام كان حافلا بالمناسبات وبالأحداث، باللحظات الجميلة واللحظات الصعبة، بالمعرفة والجهل، بالنجاح والفشل. عاما كان حافلا بالحياة. وفي الوقت اللي الإنسان بيشعر في داخله إنه الحياة عم تجري والوقت يمر سريعا، يتوقف الإنسان للحظة ليفكر ويعتبر: لوين أنا رايح؟ شو اللي أنا عم بعمله الآن؟ يا ناس، شو اللي الله بيطلبه مني وشو اللي أنا عم بعمله الآن؟ هل أنا في الطريق الصحيح؟ هل أنا أتمم مشيئة الرب؟ عشان هيك تأملنا اليوم بده يكون نوع من فحص الضمير، ولكن بطريقة بتختلف عن الموجود بالكتب اللي تعلمناها. بده يكون وقفة، بده يكون وقفة حق تجاه الله الحاضر حقا في حياتنا، واللي احنا بجوز مغيبينه ومسكرين عليه الباب وما بدنا اياه يكون حاضر. وقفة حق بدنا نعتبر فيها اللحظات اللي الله كلمنا فيها، مش فقط بالكتاب المقدس الكلمة التي نقرأها، لا، مرات كثيرة بالكلام اللي بنسمعه من الحركات واللمسات اللي الله بيعملها وبيقوم فيها تجاه كل واحد فينا. ممكن تكون هذه الكلمة شخص كشف إلي حقيقة معينة في حياتي بدون ما أعرف، ممكن تكون هذه الكلمة شيء جذبني أو لمسني، ممكن تكون هذه الكلمة حدث أثر في داخلي وجعلني أفكر وأعتبر وأتأمل حضور الله في حياتي. ممكن تكون هاي الكلمة واقع بعيشه. لذلك اليوم في هاي الوقفة، وقفة الحق، بدنا نشكر الله على حضوره، على لمسته، على عنايته، على كل النعم اللي بيقدمها لكل واحد فينا بطريقته الخاصة، باللغة اللي ما بيفهمها ولا واحد إلا الشخص المعني اللي الله بده يتكلم معه وبده يلمسه
وبده يورجيه كيف هو، أي الله حاضر في حياته. بدنا نقدم الشكر في هذه الذبيحة اليوم على كل القوة والدعم والسند والتعزية اللي الله وضعها في حياتنا حتى نحمل، كل واحد فيكم وفينا يحمل صليبه، يكون أمين لهذا الصليب، ما يتذمر منه، ما يحطه على جنب أو ما يسقط تحته ويظل ساقط وما يكمل المسير. كل النعم، وهي النعم لما بحكي نعم مش لازم نفكر إنه هي بتنزل من السماء زي الشتاء، يا ريت هي بتنزل من السماء، ولكن في الواقع هي حاضرة بين إيدينا، موجودة معنا منذ بدء الخليقة. ولكن مطلوب مني أنا أفتح عيوني حتى أشوفها، أوعى لإلها ولحضورها، وأعرف أستعملها وأستخدمها حتى تقويني وحتى تدعمني وحتى توصلني للغاية اللي الله بده إياها مني. وبعد وقفة الشكر نطلب بوقفة رحمة وغفران. وقد سمعنا اليوم إنجيل القديس متى الفصل التاسع، كيف يغفر الرب للمشلول الملقى على السرير خطايا الكثيرة. المغفرة، إن طلبنا من الرب أن يغفر لنا يجب أن نغفر للآخرين، يجب أن نسامح، وهذه المغفرة هي قرار. وما نفكر حالنا لما منغفر للناس احنا منعطي اشي، بالعكس احنا منأخذ السلام لانفسنا. لما منغفر للناس احنا منأخذ من ربنا غفران خطايانا. نطلب من الرب السماح على كل شيء ذكرناه في بداية القداس، وأكثر شيء بنطلب من الرب السماح على عدم سماع كلمته، كلمته اللي بيوجهها لإلنا وبنرفضها، عدم قبولها لسبب واحد، إنه إحنا مش بحاجة، إحنا ما بنخطي، أمورنا كويسة وماشية، ما فيش علينا خطايا، أو نحن مرجع الحق، نحن لا نخطئ ولا نخطي، الجميع يخطئون ما عدا أنا، الجميع غلط ما عدا أنا، أنا لا أخطئ. هاي هي قساوة القلب، على قد ما أنا عايش في الخطية، على قد ما أنا بطلت أشوف، صار مثل قشور على عيوني، حتى الخطية نفسها بطلت أشوفها. ليش؟ لأنه تعودت عليها، وهذا مع الوقت بيخليني بما أنه أنا لا أخطئ أفقد إيماني شوي شوي، وأبتعد أكثر وأكثر عن الله. وقفة رحمة وغفران نطلب من الرب ينور قلوبنا بنور الروح القدس، هذا النجم الذي أضاء سماء المجوس وسماء العالم حتى يقودهم إلى الغاية، إلى المغارة، إلى الطفل الموعود، إلى اللقاء بالرب الآتي. نطلب نور الروح القدس إخوتي حتى ينور ظلمة قلوبنا المسكرة واللي ما بتنفتح على ربنا. نطلب نعمة الروح القدس
حتى يفتح أبواب قلوبنا ويخليها مشرعة مفتوحة لهذا النور، حتى يزيل ظلمة الخطية من قلب كل واحد فينا بصمت. والنقطة الثالثة والأخيرة، وقفة رجاء اليوم بعد ما وقفنا وقفة حق، شكر، غفران ورجاء، اليوم نقف وقفة رجاء. الكلمة الأخيرة مش للخطية، مار بولس بيقولنا اليوم في قراءة اليوم في رسالته لأهل روما: فلا يكونن للخطيئة من سلطان عليكم. مار بولس بترجانا وبيطلب منا أن لا يكون للخطيئة علينا من سلطان. هذا هو الرجاء، أن نرفض ونسأل أنفسنا سؤال صغير. مار فرانسيس ليش قدر يصير قديس وأنا لا؟ قديسة تريزيا وغيرهم من القديسين الكبار والعظام، وفي منهم عاش بيناتنا، الأم تريزا عاشت بيناتنا بالثمانينات، كانت بالتسعينات، بأواخر التسعينات كانت عايشة معنا، شفناها ولمسناها، حكت، تكلمت، كانت تعيش لفترة 50 سنة من حياتها المكرسة الرهبانية جفاف روحي، عطش روحي للمسيح، ولا عمرها حكت. اكتشفوا هذا الشيء بكتاباتها ورسائلها مع مرشدها. ليش هدول صاروا قديسين وأنا لا؟ شو بنقصني أسير قديس إخوتي؟ بجوز تحكوا لي أبونا عم بتنظر، نعم بنظر، ولكن أنا بذكر، مش بس بنظر، بذكر نفسي في آخر لحظات من هذا العام، وبذكركم كواجب علي إنه دعوتنا إخوتي أن نكون مثل المسيح، والمسيح هو قدوس الله. فإذن دعوتنا أسمى من إنه نكون قديسين، دعوتنا أن نكون على مثال المسيح، فهي أرقى وأسمى وأصعب. ولكن أنا ببسطها وبقولكم مطلوب منا نكون قديسين. خلينا يا أخوتي في هذا المساء بوقفة الرجاء، فيش إشي مستحيل علينا، نبلش من جديد. وحتى ننسى الماضي، مار بولس بيعلمنا وهو شفيعنا في هذه الرعية: أنسى ما ورائي وأتمطى إلى الأمام لكي لا أكون مردولا بعدما أمنت. حتى أنسى السنة اللي فاتت بخطاياها بتعبها وأعتبر منها وأخليها تكون لخيري وفائدتي، حتى أنسى يجب أن أفعل الرغبة في المسيح. بقدرش أنسى وفيش عندي رغبة. الرغبة في المسيح، أريد وأرغب إخوتي في يسوع. بدون هاي الرغبة صعب، صعب نبلش العام بحياة مسيحية، صعب. نعم نجدد هاي الرغبة، الرغبة في أن نكون مثل المسيح، الرغبة في أن نتبع المسيح، الرغبة في أن نسمع كلمات يسوع، الرغبة في أن نعيش إرادة يسوع كما لو كان عايش هو مكاني، الرغبة في اختيار إرادة الرب، الرغبة في المسامحة، الرغبة في كل شيء يرغب السيد المسيح. نطلب هاي النعمة في نهاية هذا العام حتى نبلش حياة جديدة
مليانة سلام داخلي، مليانة نعمة ونور، مليانة فرح. وما ننسى نصلي لبعضنا البعض، وخصوصا اللي بعيد عن ربنا واللي بنشوف انه بالفعل ما بيسمع ويرفض ان يسمع ويعلن هذا الكلام امام الجميع، حتى نعمة الرب تشمل الكل، حتى سلام الرب يكون للجميع، وحتى فرح الميلاد يعم العالم أجمع. آمين. قيام. أيها الإخوة الأحباء، نحن الليلة واقفون من أعمارنا بين عام نودعه حائرين وعام نستقبله خائفين، ونحن لا نملك لأنفسنا شيئا من الأيام والسنين، لذلك نصلي خاشعين من أجل أن نرى من ثيابنا ما اهترى ومن دروبنا ما التوى، وأن نعود إلى الرب تائبين، وأن يتولانا الرب في عامنا الجديد تجديداً وتبديلاً. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي يرعاها الرب على الأيام والأعوام، ويرعى رجالها الماجدين، ويهبهم النعمة والقوة والسنين، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يسدل الرب على عامنا الذي أدبر ستاراً من الصفح والغفران، وأن يبارك عامنا الذي أقبل ويجعله عام يمن ورحمة وسلام، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يخلق الرب فينا للعام الجديد قلباً جديداً لا يكون فيه من موضع لأحد سواه، وروحاً مستقيماً لا نخرج به عن رسومه ووصاياه، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نرى إنساننا القديم قديماً، وأن نخلعه عنا على عجل، خطيئةً وهواناً، وثوبنا العتيق عتيقاً، وأن نطرحه عنا على عجل، تخاذلاً وفتوراً، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نحاسب النفس على وزنتنا من الزمان حساب الحب والإيمان، عسانا أن نسترد من حب الله ورضوانه ما خسرنا بعصيانه، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا، لكي يروا في كل عام جديد فضلاً من الله ومهلة للرجوع إلى المسيح بكل طريق صحيح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي الأجمل في العالمين سيرة وثيابا، والأعظم عند الله أجرا وثوابا، وتلقي علينا من حمايتها المجيدة رداء مجيدا واقيا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. في نهاية هذا العام نصلي يا إخوتي من أجل هذه النيات، أبنائنا اللي ولدوا هذا العام واللي تعمدوا في هذا العام، حتى يباركهم الرب ويجعلهم ينمون عنده بالحكمة والنعمة والقامة عند الله والناس، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أبنائنا الذين نالوا سر الزواج في هذا العام، كي يبارككم الرب وينميهم ويثبتهم في محبته ويجعل منهم شهود لإسمه، إلى رب نطلب. استجب يا رب. نجل إخوتنا المرضى، وخصوصا من لم يستطع المجيء والحضور إلى بيت الله، كي يلمسهم الرب بحنانه ويقويهم على حمل صليبهم ويمنحهم نعمة الشفاء، إلى رب نطلب. استجب يا رب. أجل إخوتنا اللي غادرونا
إلى الديار الأبدي في هذا العام، كي يسكنهم الرب مقر الراحة والنور والسلام. إلى الرب نطلب، استجب يا رب، لأجل إخوتنا ومن أجل كل المحسنين إلى هذا البيت المقدس، كي يباركهم الرب ويستجب صلواتهم. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. نرفع طلباتنا الخاصة بصمت. إلى الرب نطلب، استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من دعوتنا إلى اتباعك بكل ثوب جديد وعلى كل درب مستقيم، نسألك ونحن نودع بأمرك من أعمارنا عاما ونستقبل عاما، فآتنا أن نستبدل وراءك دروبنا كلما اعتراها التواء، وقلوبنا كلما اعتراها اهتراء، وأن ندخل في سرك مؤمنين وفي رحمتك آمنين، وثيابنا في عينيك جديدة زاهية. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. Thank you.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل منا ومنكم هذه الذبيحة. نقدم لك أيها الآب القدوس قرابين الاستعطاف، فتقبلها وتجاوز بها عن زلاتنا ومعاصينا، واردد إليك قلوبنا المضطربة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعد. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، لأن سر الكلمة المتجسد جعلنا ندرك مجدك الأبدي في بهاء نور جديد. فإذا ما عرفنا الله معرفة عيان جذبت قلوبنا إلى محبة ما لا نشاهد. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد قائلين: إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري.
هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وسائر الكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله وخطيبها العفيف يوسف ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين والقديس بولس الرسول شفيعنا الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. ومع روحك أيضاً. لنتبادل سلام المسيح. الحامل خطايا
ذا حمل الله، هو ذا حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. من إنسان حافظ على مسافة بين بعضنا البعض لمن يرغب في المناولة، المناولة فقط في اليد، من يرغب في المناولة يتقدم وإيده الشمال على إيده اليمين، ومباشرة أول ما يضع الكاهن القربان في يدنا نتناول القربان أمام الكاهن في وسط الكنيسة، ثم نعود إلى أماكننا. سر سما هللويا
المجد للمسيح في مهده العجيب دوما له التسبيح. وبدي أذكركم الليلة مهم جدا نكون مع بعض، نصلي مع بعض بآخر لحظات. رب الأسرة أو اللي موجودين في البيت نصلي مشان بعضنا البعض، نصلي مشان اللي في بيننا وبينهم زعل أو أي حساسية معينة. صلي لأي نية بتحب تصلي مشانها، خلي العام ينتهي ويبلش وانت عم تتذكر حضور الله في حياتك ومعكو. وبدي أطلب منكو كمان صلي أيضا من أجل الأمن الموجود في هذا البلد، قوات الأمن اللي عم تسهر على أمننا وسلامتنا، حتى الرب دائما يحفظها ويجعل منها دائما أداة للحق وأداة للخير وحفظ السلام، وخاصة في الوطن اللي بنعيش فيه. صلي من أجل وطننا حتى كل هالصعوبات اللي بيمر فيها العالم تمر على خير في هذا البلد. الرب يحفظ هذا البلد بقيادته وقواته وشعبه سالم وآمن. ومعكم أيضا بحب أشكر في هذا المساء قناة النورسات اللي بثت صلاتنا لأخوتنا اللي كمان ما قدروا يشاركوا في هاي الصلاة. بتمنى لكم عام جديد إن شاء الله مليان بالخير والنعمة والسلام والبركة والفرح على الجميع. آمين. لنصلي. جلسنا إلى مائدتك وقد نلنا منك الغفران أيها الآب الذي تنتظر دائما عودة الابن الضال، فقونا على تجنب الخطيئة من الآن فصاعدا وعلى خدمتك بقلب صادق مستقيم بالمسيح ربنا. الرب معكم. ومع روحك أيضا. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. كل عام وانتم سالمين. اذهبوا بسلام المسيح. شكرا لله. Thank you.
جميع العباد في يوم المعاد أبينا السلام في بيت لحم ترون المسيح هلموا نسجد له هلموا نسجد له